في مشكلة؟ أكيد أكيد، بس ده يعمله المبتدئ زي ما أنا عملت كده زمان، ورغم إن أنا ما كنتش بعمل كده زمان، كان اللي بيوجدني مع الناس أو العمل شغلي. ولكن الجداد من حقهم اللي هو عايز ينتشر، لكن واحد زي أنا عنده 50 سنة فن، والله عرفني ما عرفنيش، يبقى هو حدوده كده. زي ما انا قريت كتاب وانت قريت كتاب، في كتاب انت انا قريته وانت ما قريتهوش، تبقى مثقفه من ناحيته، وانت انا قريت كتاب انت ما قريتهوش، او انا ما قريتش الكتاب بتاعك. طيب فكل واحد بقى ليه ثقافه. طيب ولكن مش هخبط على حد. انا الحمد لله مستوره. طيب مش هخبط على حد. هي مش انا موجود، اللي هيجي هيلاقي ترحاب مني جامد قوي. ولا حد من الزملاء حاول يتوسط يقول لك هكلم لك؟ ليه؟ اصل النقطه دي زمان الحمد لله الوحيد اللي كان يعملها انا. انت تعملها لزملائك؟ اعملها. انا مش عايز اقول اسمه، احد الزملاء كان له ظروف خاصه جدا وانا بحبه جدا، هو يمكن يشوفني دلوقتي ويكون سامعني، اتصل بيا قال لي سيد انا ظروفي وحشه قوي. ده من زمان؟ من حوالي 10 سنين. طيب 10-15 سنة. مش فاكر التاريخ بالظبط، بس هو مش اقل من 15 سنة. طلبني وقال لي سيد انا ظروفي وحشه جدا، الموضوع كيت. قلت له بس ما تكملش، اقسم لك بالله العظيم كنت ارشح لادوار اقول لهم هاتوا فلان الفلاني. واشتغل؟ واشتغل ودلوقتي نجم، هو بيشتغل لحد دلوقتي وشغال حلو قوي، وانا اتمنى ان بقيت عمره يفضل شغال، لان هو محتاج للشغل ده قوي، دي شغلته. يعني انا اي حد كان ده نموذج ونماذج يعني كتير. يعني انت عملت فيه معروف. طبعا. هو ليه ما بيعملش المعروف؟ لا هو الله يكون في عونه ما يقدرش. المخرج لما بيجي يعمل كاست، لو ممثل كده يعني في المرتبه الوسطانيه، مش السوبر مان السوبر ستار يعني، عرض اسم حد، المخرج ما بيسمعش. بيبقى شايف كاست معين في دماغه وشخصية أصلاً متأكدة. زي ما حصل معايا مرة، أنا في إحدى المسلسلات كنت مترشح لدور فيها، دور كويس وحلو، وبعدين جيت سمعت إن المؤلف المخرج جاي سامعني دلوقتي، المؤلف بيقول سيد صادق مش قد الدور ده، مش هيعمله يعني اعمله معروف، لا يعني سيد صادق، والكلمة وصلتني. انت سمعته ولا حد وصل لك الكلام؟ لا، وحد وصلني الكلام وكان قاعد في القعده، فجاء بيقول لي ده فلان الفلاني بيقول كذا كذا. اقسم بالله العظيم رحت الدور كان حلو قوي، رحت للمخرج قلت له لو سمحت اعفيني من الدور ده، انا بكره مسافر سنغافوره. قلت له انا كنت ناسي وكان بكره عن التصوير اول يوم. ده هروب بس على فكره. ده هروب. انا بالعكس انا بشتغل ده فرض. الدور لا انا بشتغل وبثبت له العكس. ما انا هكمل لك الحكايه. ده فرض شغلي اعمله، ولكن لما المؤلف يقول ان ده ما ينفعش في الدور، لا ما عملوش. مين اللي اشتغل الدور بعدك؟ واحد كان شبهي. مين؟ الله يرحمه مات. هو واحد كان شبهي، هو مات دلوقتي. طب اي عمل؟ اي فيلم؟ لا ما هقول لك، تبقى لا مش عايز اجرح في الناس، احكي لك بقى الباقي. نفس المؤلف ونفس المخرج عاملين مسلسل تاني، فرشحوني. قلت للمخرج المؤلف راضي؟ قال لي ده هو اللي قال على اسمه. قال طيب خلاص، وعملت المسلسل. وبعد المسلسل اي مسلسل ده؟ لا طب مسلسل ده موجود ليك؟ لا لما المسلسل ده طلع على الهواء. لا ما المسلسل طلع على الهواء. ما تحرجيني الله يخليك. مش احرام ده عادي. اسمع الحكايه لو عايز. طيب. لو مش عايزها اقفل عليك. لا ما تقفلش. فقمت عامل المسلسل وعامل الدور، اول واحد باركني على الدور اول ما ظهرت كان المؤلف. والله 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 جالي مكتبي في نص البلد وقال لي سيد بالحضن انا بشكرك. الله يرحمه، هو مات.